طيب الحين بعد ما شرحنا قانون نقطة التعادل، جبت عليها مثال. المثال هذا إن شاء الله إنه شامل جميع الأسئلة ممكن تجي عليها، هي ما راح تجيني بهذه الطريقة، بيجيني مثلا سؤال أو سؤالين منها، بس أنا ما أدري شو السؤال اللي حيجيبه، فحطيت لكم مثال وجميع المعطيات أو المطلوب اللي ممكن يجي. السؤال يقول لي سعر بيع الوحدة 50 ريال، التكلفة المتغيرة 30 ريال، التكلفة الثابتة 8000 ريال، المبيعات الفعلية 500 وحدة، والأرباح 4000 ريال. المطلوب الأول طلب مني حجم التعادل. احنا قلنا قانون حجم التعادل هو التكلفة الثابتة، ويكون عندي معطى في السؤال وعلى هامش المساهمة، وقلنا هامش المساهمة من هو؟ هو سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة. إذن بالقالب نفس الطريقة هذه راح نقسم 8000 اللي هي الثابتة على 50 ناقص 30 اللي هي سعر البيع على التكلفة المتغيرة، حيعطيني الناتج 400. أنا هنا طلعت حجم التعادل. طب لما يقول لي أوجدي قيمة التعادل، قيمة التعادل نفس القانون الأول بس أضيف عليه النسبة. كيف أضيفها؟ يعني راح أقسم 8000 نفس الطريقة الأولى على 50 ناقص 30، زودوا كسر ثاني واقسموا على سعر بيع الوحدة. تمام؟ يعني قانونها نسبة هامش المساهمة إيش هو؟ هو سعر بيع الوحدة اللي هو 50 ناقص التكلفة المتغيرة على سعر بيع الوحدة مرة ثانية. تمام؟ فأنتوا سووها بالقالب هذه الطريقة، شوفوا نحطها مع بعض، نحط كسر، نكتب 8000، بعدين نرجع ننزل تحت نحط كسر ثاني، أكتب فيه سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة، وتحت أرجع مرة ثانية أحط له سعر بيع الوحدة، رح يعطيني 20000. تمام؟ طيب في طريقة ثانية، أنا لو عندي مثلا جاء السؤالين هذولي ورا بعض، تمام؟ فأنا من ناتج الأول اللي هو حجم التعادل اللي طلعته، الناتج الأول 400، إيش أسوي؟ أخذ 400 أضربها في سعر بيع الوحدة، أضربها في 50، حيعطيني نفس الناتج. تمام؟ يعني راح أضرب حجم التعادل للناتج حق حجم التعادل، راح أضربه في سعر بيع الوحدة، راح يعطيني نفس الناتج. بس إذا كان ما هو عندكم حجم التعادل، أنتم لازم تسوون هذه الطريقة. تمام؟ طيب بعدين طلب مني فائض المساهمة. قلنا فائض المساهمة هو سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة، إذا 50 ناقص 30 20. طيب نسبة هامش الأمان، شوفوا هنا قال لي هامش الأمان، ممكن يقول لي فائض الأمان، ممكن يقول لي عائد الأمان. أهم شيء هنا أنا شفت أمان، هنا أنا شفت مساهمة، يفرق المساهمة عن الأمان. طيب قانون أو نسبة هامش الأمان كيف أطلعها؟ المبيعات الفعلية ناقص مبيعات التعادل، أقسمها على مبيعات الفعلية. طيب مبيعات الفعلية عندي هو قالها لي 500 وحدة، لاحظوا إنه قال وحدة، الوحدة دائما تجي مع مين؟ الوحدة تجي مع الحجم. إذن راح أقول 500 ناقص 400 الحجم، الناتج اللي طلع معاي حق الحجم. هو لو قال لي المبيعات الفعلية 500 ريال، إذن أنا راح أقول 500 ناقص 20000. فاهمين؟ فأنتم لازم تركزون في الكلمة هذه، هو قال وحدة ولا قال ريال؟ دام إنه قال لي وحدة، إذن أنا راح أنقصها من حجم التعادل، فيصير عندي 500 المبيعات الفعلية ناقص 400 حجم التعادل، أقسمها على 500 مرة ثانية اللي هي المبيعات الفعلية، بعدين أضربها في 100 وراح تطلع لي النسبة اللي هي 20%. تمام؟ طيب ممكن يطلب، أنا في فقرة هنا نسيتها، خلوني أكتبها هنا، ممكن يطلب مني هامش الأمان. طيب ما طلب نسبة هامش الأمان، يبغى هامش الأمان. إيش قانونه؟ قانونه نفس الأول هذا بس بدون قسمة، المبيعات الفعلية ناقص مبيعات التعادل، فتصير عندي المبيعات الفعلية اللي هي 500 ناقص مبيعات التعادل اللي هي 400. تمام؟ وخلاص ويطلع لي الناتج حقها إذا كان بس هامش أمان بدون نسبة. إذا قال نسبة يعني نقسم على كسر. بعدين طلب مني حجم المبيعات التي تحقق أرباح. طيب نفس دام إنه هو قال لي حجم، راح أنزل القانون الأول، التكلفة الثابتة على هامش المساهمة. طب قال لي أرباح، أضيف الأرباح مع التكاليف الثابتة، فتصير
8000 زائد الأرباح عندي موجودة 4000، 8000 زائد 4000 أقسم على 50 ناقص 30 حيطلع معي الناتج 600. لما هنا قال لي قيمة المبيعات، يعني أحط قانون قيمة المبيعات، بعدين قال لي التي تحقق ربح أضيف عليها الأرباح، تمام؟ عشان تسهلون على أنفسكم طريقة القانون، دائما خذوها نقطة نقطة. فأنا حطيت أول شيء قانون قيمة المبيعات، بعدين أضفت عليها الأرباح. فنفس القانون الأول اللي هو 8000 زائد 4000 أضفتها الأرباح، قسمتها على 50 ناقص 30، رجعت قسمتها على 50 وعطاني الناتج. هذا بشكل مفصل كامل درس نقطة تحديد.